لم يستطع نبيل أن يشتري إلا قطعة واحدة من الملابس لابنته بعد أن أجبرته الأوضاع المعيشية على أن يقلص خياراته ويحد من تنويع مظاهر احتفاله وأطفاله بالعيد. عندي 4 أطفال، كنت أشتري لكل طفل طقمين 3 أطقم، الآن ممكن تشيل لهم طقم، يا الله طقم بالعافية، فما بالك أنا بالميسور، فما بالك بالأسر البقية اللي هم محدودين الدخل. والله بعض الناس غير قادرين أنهم يوفروا حتى ربع قطعة. ويقول تجار إن أغلب الأسر توجهت إلى مولات التخفيضات هربا من ارتفاع الأسعار في الأسواق دون مراعاة لجودة البضائع التي يشترونها. في تخفيض على اللي خارج لأنه بسبب اختلاف ارتفاع الأسعار، وخارج يكون مرتفع مرة بشكل فظيع، بقوا يلقونه للمولات، يعني اضطروا أنهم قهالهم كانوا يكسنهم أجمل الملابس وأجمل الحاجات وأجمل البقايم وهذه الحاجات، بقوا خارج ما يقدروش. تردي الأوضاع المعيشية انعكس هذا العام بحسب مراقبين على الوضع النفسي للمواطنين، فقلصوا من مظاهر الاحتفال التي اعتادوا عليها خلال الأعياد السابقة. أجواء نفسية طبعا سيئة جدا بسبب غلاء الأسعار، بسبب تدني الأوضاع في البلاد، ارتفاع سعر الدولار، عزوف الناس الآن عن شراء حاجيات العيد، طبعا لاحظها كثيرا. فيروس كورونا هو الآخر نغص فرحة اليمنيين بالاحتفال بالعيد في ظل مخاوف من انتشاره مع حالة الانهيار التي يشهدها النظام الصحي في البلاد. يقول المراقبون إن الأزمة المعيشية التي يشهدها اليمن تسببت بتغييب الكثير من مظاهر استقبال العيد، فيما ألقت انعكاساتها ثقلا إضافيا على كاهل المواطنين، بالأخص مع وجود مخاوف وتحذيرات بشأن سلالة فيروس كورونا المتحورة. مجد الدين شكري، قناة الحرة، تعز.